انه والله انت حلوه يعني انت الام قال لك والله انت حلوه بس انت طالعه على مين؟ يعني ازيك يا اسماء؟ عامله ايه؟ بتكوني بخير؟ عرفيني بقى عن نفسك. الحمد لله، اهلا وسهلا. الحمد لله انا تمام، كل شيء تمام. اسمي اسماء امين جلبي، عمري 26، مواليد السعوديه جده، يعني عشت فيها 18 سنه، بعدين اجيت عمليه للدراسه. متزوجه من فلسطيني، عندي ولد وبنت نور ويوسف، عم بدرس علم نفس، وانا طالبه من زمان يعني، بس من جديد رجعت التحقت الجامعه، والان انا طالبه علم نفس سنه اولى. والله ما زلت عايشه في ماليزيا، حبي تعرفي حاجه زي الطول زي الوزن؟ لا الحاجات دي لا شكرا، مش انت خلاص اتجوزتي، مش عايزين عريس، مش هنجيب لك عريس، لا ما تقلقيش. حتى انت على العريس، الفرق عن جد بيني وبين زوجي في الطول شيء مش طبيعي، بس يلا هيك الله كاتب له. هنتكلم النهارده عن العادات والتقاليد الزواج بين سوريا ومصر. هاي اهم مرحله في حياه كل كائن حي عنا، انه هو يعني نحن بنجيبه عشان يبلغ مرحله الزواج، هي المرحله المهمه اللي نطمن عليه. فدائما بتلاقي يعني عندنا في التعبير هيك، انه عن جد موضوع انه الله يستر عليك تطمن على اولادها مدري شو، اللي هو الموضوع ليفل الزواج، هو ليفل ثاني في الحياه. بنختلف بقى بالعادات من مكان لمكان، من عيله لعيله، موضوع انه من امتى بنقبل نستقبل خطابين. يعني في عالم من عمر ال 15 تقريبا او اقل عادي بتستقبل خطابين. شو يعني بتستقبل خطابين؟ يعني مثلا اذا يعني مثلا وحده اتصلت عليك انت الام مثلا وقالت لك والله نحن عم ندور على بنات للخطبه، فانت او يعني مثلا انه ودلونا عليكم. هلا اذا انت ما بدك تستقبلي بنتك، شايفتيها صغيره، بتقولي لها والله انا بنتي بنت صغيره وعم تدرس وما بتستقبلي، هذا ما بتستقبلي. الاستقبال انك تستقبلي النسوان اللي عم يدوروا على عريس لابنه. تمام. ففي عالم تستقبل من 15 من 16، وفي عالم لا على 20، وفي عالم لا تخلص دراسه اول تماما، خلص دراسه الجامعه. فيعني هالموضوع بيختلف من عيله لعيله. المهم يا ستي، هاي عندنا نحن عم نحكي اللي انتم بتقولوا له خطبه صالونات، احنا هاي هيك هاي طريقه الخطبه تبعنا. خلص بكبر الصبي، ماما جوزيني، ماما دوري لي على عروس، فبيسرد لها مواصفات، بيقول لها انا هيك بدي اياها، هيك طولها، هيك قدها، لونها كذا. فبتبلش بقى الام بتسرد وتعرض، بتقعد مع يعني ما عارفه من النسوان، بنت فلانه، بنت فلانه، هاي هيك طولها، هيك لونها، هي يعني على الشكل وعلى العيله، يعني المعايير طبعا الشكل وال هي والعيلة. في عالم تفرق معهم التدين، في عالم بفرق معهم الدراسة، طبعا كل ما بتتقدمي بالزمن تفرق المعايير. المهم لحد ما هيك يحصروا ببالهم أسماء، وطبعا في عنا نحن هيك شوية ستات كبار بيكونوا عندهم قوائم جاهزة يعني، فممكن تتصلي تستعيني بخطابات يعني. ألو صديقة، بدنا شو عندهم بنات هيك هيك مواصفات؟ وقلت لها بنت فلانة وبنت فلانة، بدها شغلة تضايق امسكي بباب الحارة بحافظة كل النسوان والبنات وكلهم. عندنا خطابة سمعت. ايه الخطابة. ها؟ ايه هو الخطابة يعني عرضوها باب الحارة انه نفسها هي الداية هي الخطابة. يا ستي المهم خلص حصروا كم اسم في بالهم، ببلش الاتصالات. الو ايه انه والله كيفكم؟ والله دلونا عليكم جماعة انه عندكم بنات للخطبة، هيك طريقة الحكي. فهي اذا بتستقبل بتقول لها ايه بنات للخطبة. هو بتستقبلها بتقول لها أهلا وسهلا وتعالوا، بيتفقوا على وقت معين. لما بيجوا الخطابين، أنا بدي أحاول أسرد لك إياها من عند أول شيء الإعدادات المسبقة قبل ما يجوا. طبعا البيت بده يكون أحسن بيت في الدنيا، يعني مرات في عالم بيستبدلوا عفشهم أو كذا خلق، يعني في عالم إذا كبروا بناتهم إنه يا زلمة بدنا نغير الكنبايات ليجوا لعنا خطابين. فكره اذا بيجوا عنا الخطابين على الاقل اوضه الضيوف تكون خرج استقبال خطابين. هاي انا عم بحكي لك على البروسس ما قبل ما تخطي العكس،
العتبة. خطي الخطابي على عتبه البيت. هاي البروسس عندكم كيف انتم؟ بالله بص يا ستي، هو احنا عندنا الجواز بينقسم لقسمين، عندنا الجواز الصالونات وجواز عن حب. جواز الصالونات اللي هو مثلا زي ما انت قلت دلوقتي، مثلا واحده عارفه ان في ان العيله مثلا في واحده عايزه تتجوز او كده، هو تقول لها والله انا عندي واحده، عندي بنت اخ، بنت اخويا، بنت مش عارفه ايه، عايزه تتجوز وكده، هو فيقوم موصلينهم ببعض. يوصلهم ببعض بقى ازاي؟ يعني الام العروسه وام العريس يتكلموا، وبعدين يروحوا مكان مفتوح ويقعدوا مع بعض فيه، يتكلموا فيه في الاول، او العريس والعروسه يقعدوا مع بعض ويشوفوا هل في اتفاق ولا لا. وبعد كده هو بعد ما يروح البيت، لو هم موافقين يقولوا خلاص تمام، لو مش موافقين يقوموا قايلين ما فيش نصيب يعني. حلو الموضوع، بياخد سيريس ايه من الاول. اوكي كملي كملي. بعد كده هو بقى الجواز اللي على الحب، اللي هو مثلا بتبقى عارفاه مثلا زميلها في الكليه، زميلها في الشغل، ايا كان بقى، هي عارفاه منين، بتبدا بقى تقول لاهلها ان في حد عايز يجي يتقدم لي، فمامته تكلم مامتها، تكلم مامته، وتبدا بقى الاجراءات، بس من عندهم هم، يعني هم اللي بيمشوا الدنيا. وفي بقى ناس بتبقى مش حب، يعني زمايل، اتنين زمايل مع بعض، فهو بيقولها والله انا شايف ان انت كويسه وعايزه اجي اتقدم لك، فتمام يعني. مش بيبقوا بقى حابين بعض 5 6 سنين قبل كده. هذا النوع اللي نص نص، لا هو حب ولا هو شو اسمه. ايوه، هو يعني معجب بيها، فقال لها مثلا انا ايه ست استخاره وبفكر ان انا اتقدم لك. طبعا زي ما انت قلتي ان في مثلا اهالي عندهم عادي ان بنتهم تتجوز وتدرس، وفي اهالي لا، ممنوع منعا باتا ان هي تتجوز وهي في الدراسه، لازم تخلص اول. بس يعني ده ما قبل يعني، ديت البدايات. وطبعا البنوته كل ما هي صغيره كل ما يبقى احسن، كل ما بتكبر كل ما بيبقى سقف التوقعات بيبقى اقل. يعني اللي هو يكتر خيرنا انه نحن قبلنا فيك وانت كبيره وخلص. نقطه التعليم، يعني هي بقى عندها شهاده وهو يبقى عنده شهاده، دي مهمه جدا جدا للطرفين. هو الفرق بقى ان انت ذكرتي انه هاي الخطوات نحن بالنسبه لنا لسه هي خطوه لاحقه، يعني خطوه انه البنت تشوف الزلمه هي لسه لقدام شوي. انا هاي اللي عم بحكي لك اياها ما قبل، لسه بدي احكي لك البروسس تبع اللي هو اللي بالنص ده. هحكي لك انا هسكت، هاي النقطة. انا هسكت واشوف الشيء واسمعك، اتفضلي اسمع. هنا وبرضه في عندك نقطة انه انتوا عندكم التعليم للان صراحة انتوا عندكم اهميته اكثر من عنا نحن. يعني نحن في كثير لسه ناس عند المقدم موضوع الزواج، خاصة للبنت، مقدم على العلم او انه مو مقدم على العلم. يعني برضه بجوز في ناس حتى بكتبوا بشروط العقد انه لازم تكمل دراسة، شروط العقد. بس فكرة انه يرفضوا عريس مشان تدرس، يعني لسه ما صارت عنا كتير شغلة سائدة. يعني عرفتي شلون؟ عادة البنت هي اللي بترفض، يعني هذا الرفض ما بيكون من الاهل عادة، او يعني مو عادة، بدي احكي انه ممكن انتوا عندكم يا هدول الموضوع التعليم موضوع مقدس يعني. والموضوع هذا مو بس بالزواج، بركة الله يحميكم انتوا، يعني الولد بيجي على الدنيا اهم حاجة يذاكر يذاكر بس يذاكر. اكمل لك بقى. المهم سلسلة الخطاب، الخطابات بيجوا بقى تنظفنا البيت، البيت على هي البنت لابسة. وطبعا بنرجع لفكرة انه البنت ما تنجلق باللبس، يعني تلبس شيء منيح بس مو كتير، يعني ما انا مدلوقين على الجماعة نحن، 100,000 عريس بتمنانا، فهمتي شلون؟ تمام. فالمهم هيك بفوتوا الجماعة بيستقبلوهم، بتفوت البنت بتسلم، ببلش بقى موضوع الفحص. ده بيحصل ازاي؟ اول شيء الام لما بتيجي تسلم في شيء ولا حاجه بتتكسر، بتشمك. بتشمك بقوه اللي هو عشان تشم ريحتك، انه انت ريحتك نظيفه هيك، عرفت شلون؟ بتعرفي عن جد هاي البوسه اللي بتطلع روحك وانت عم تبوسك هالبوسه. هاي اللي هو فعلا البنات احنا عنا بيكون صغار انه ليه بتعمل فيها هيك، انت شوهت السمع يا البنت، مخها تشوه. المهم فهيك بيقيسوا قد طوله قوامه، كيف شكلها، كيف فتلتها. طبعا المفروض البنت ما تكون تحكي، يعني لا خلص البنت بكمه ما بتعرف تحكي. اما بتجاوب عنا شو اسمك، اما بتجاوب بتدخل يعني بشعرها وكده هوت، ولابسه لبس عادي يعني، مش لانه ما بيكون في رجال، ما بيكون في رجال، كله نسوان. وفي البيوت فحتى النسوان بيكونوا شالحين يعني. وبعدين بقى تقديم القهوة لازم البنت اللي تقدم، فالتقديم يعني هي بتفوت وبعدين بتفوت بتروح، يعني بتفوت بتقعد شوي، طبعا هي لازم تمارس دور الخبسة ما تحكي، بس الحمد لله
الحمد لله تمام تنينو حضرتك تبعد وبعدين بقى اما بتغمز لازم هالغمزه اللي او تقرصها اذا كانت قاعده جنبك عشان تقوم تجيب قهوه وبتقوم بتجيب قهوه وتيجي. هلا في كثير احنا القهوه عندنا موضوع شربه وعدم شربه له علاقه بالقبول والموافقه وهي الاشياء، فلما الام بتسال انه شو يا جماعه بتشربوا قهوه، موافقتهم على شرب القهوه دلاله على انه عجبتنا البنت فاشفاشي ما قايله شيء منيحه، يعني في موافقه مبدئيه عرفتي. بس اذا قالوا لا والله مستعجلين والله يا جماعه الخير والله عندنا مواعيد ثانيه وقاموا معناتها يعطيك العافيه ما عجبناهم. وفي يعني عالم ما عندهم هالعادة قاموا من غير ما يشربوا القهوه يبقى هم كده مش موافقين. بس في عالم ما عندهم هالعادات لانه برضه يعني في ناس ممكن تحسبها قله ذوق، بس هو ممكن مرات موضوع شرب القهوه دلاله قبول مبدئي. ف يعني يعني بتذكر هيك موقف مارق علي هيك حتى الموضوع لما ماما سالته انه بتشربوا قهوه بنشرب ليش ما نشرب احلى قهوه والله هاي دلاله انه عجبتنا البنت عرفت شلون. المهم تروح بتضيف لازم يكون بحذر هيك التضييف ويعني وايده ما ترج وكذا وكل هاي الاشياء، وبعدين البنت المفروض ما تقعد مع النسوان ضيفت تقعد تكه بعدين تغمز لامها هيك وبتطلع برا خلص عيب اكثر من هيك بصير مدلوقه انقلعي بس بقى في عدد هالأحداث الخفيفة وبيطلعوا بتضيفوا بيطلعوا وبعدين بقى بنستنى اتصال منهم. إذا اتصلوا وأكدوا كذا أو والله حابين نجي نتعرف عليكم أكثر، هذاك الوقت بصير في إنه يعني طرف النسوان وطرف يعني طرف العروس طرف العريس بيسألوا عن الشاب، يعني يا إنه بيسألوا عنه الأقارب والمعارف وكذا سؤال 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 وسؤال استخارة. والله وصارت الموافقة خلاص انه والله نحن سألنا عنكم انتم سألتوا عنا مشي الحال، بيرجع بيجوا مرة تانية يعني بيجوا في انه مثل طلبة يعني بيجي الرجال لعند الرجال وبيطلبوا البنت. وساعات وقتها ممكن يصير هون الشوفة الشوفة نحن عنا مو من السعوديين لا نحن بتفوت البنت بحجابة انه نحن خطبة فيش تشتف يعني بال فبتفوت بحجابه وبتقعد مع الناس زي عندنا بس اللي بعرف انا عند السعوديين الشوفه بلا حجاب لا احنا عندنا كده. في مصر زيكم لا بالشوفه لا لازم تبقي متحجبه فشوفي بس توقف لك هون شايفه هاي الخطوات تبعت انه الخطابات يجوا على البيوت في عالم بتقعد شيء 10 سنين عم تلف البيوت بيت ورا بيت بيت ورا بيت والله يسامحنا يعني هاي عن جد هاي العادات نوعا ما فيها ما بعرف يا خيو يعني اما يكون عندهم شويه معايير واضحه لا تلفكوا بيوت الناس. ومرات بيصير عن جد في اساءه يعني عرفتي انا عم احكي لك على هاي المرحله لانه مثلا تفوت البنت ما بتعجبهم فبيكون في تعبير واضح انه ما عجبتهم بيقولوا لها شوفي عندك كمان بنات، فالتعبير شوي غليظ يعني مو شوي كثير غليظ كثير غلط يعني تخيلي حدا انت الام عم بسالك شوفي عندك كمان بنات يعني قلبي لي بهالبضاعه شوفي معك كمان. ومرات بيكون التعليق كتير فج وواضح قدام البنات انه والله انت حلوه يعني انت الام قال لك والله انت حلوه بس انت طالعه على مين يعني صراحه عن جد هاي المرحله تبع الخطابات كتير فيها بصير اساءات كتير في بنات بينجرحوا كتير في تخيلي مثلا بنت من عمر مثلا 16 لعمر 20 هيك 4 سنين عم بتقدم لخطابين وشي يجوا شي ما يوافقوا شي مدري شو قال والله لأنه مدري شو ما كتير بيضة نحن فكرناها بيضة يعني هاي الأشياء كتير يعني إنه ليه هيك ليه يعني عرفتي سكي وشافوا بعضهم وقبلوا بعضهم هاي بعد ما شافوا الرجال هاي خلص بصير عنا قراية الفاتحة هاي خطبة الخطبة العادية اللي هي بس تلبيس خواتم ما فيها كتب كتاب وبقى بصير فيها الاتفاق على شو بسموها مين اللي يجيب ايه ومين ما يجيب ايه الذهب والمهر الذهب والمهر وهيك يعني انه قد ايه يقعدوا مخطوبين وبعدين قد ايه يقعدوا كتب كتابهم اذا في عندهم شويه شروط يعني انه لا والله نحن البنت بدنا اياها تكمل دراسه نحن البنت بدنا اياها تكون ساكنه جنبها ما بدنا اياها تتغرب كل هاي الامور بصير يعني ليفل ثاني من الحكي. بس والله في عالم ما بتقبل ابدا موضوع الخطبه ابدا 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 على طول كتب كتاب وبيسموه كتب كتاب شيخ على اساس انه ما صار كتب كتاب رسمي عن المحكمه قال مشان يصير كل شيء بيناتهم شرعي. لا احنا اذا بدي توافي عند هاي النقطه مشرحي لي انت كمان شو عندكم انه شو عاداتكم بهاي الفتره. احنا عندنا الدنيا بسيطه جدا يعني احنا زي ما قلت لك بصي هو نقطه ان هم يتقابلوا بره في مكان مختلف ديت يعني جديده شويه هم كانوا في الاول بيروحوا البيت
بس بدأوا ان هم يعملوها ان هم يتقابلوا بره عشان ما يبقاش ايه يتحسب عليكي حد اجا، فاهمه؟ يعني اللي يخش البيت دوت يبقى داخل خلاص ناوي على يكمل بقى خلاص. يعني لما بيتقابلوا بره بيبقى الام والام والعريس لازم يكونوا موجودين. ابي قرايه الفاتحه خلاص هم وافقوا وكل حاجه، فبيجي بقى يقرا الفاتحه مع ابوها، وممكن ناس بتعمل زي حفله بسيطه كده هوت، ورجاله العيله يبقوا موجودين ويبداوا بقى ان هم ايه يبينوا ان احنا خلاص يعني احنا موافقين وكده. وفي قرايه الفاتحه بيبقى بيجيب لها خاتم، يعني دي هديتها ان هو يجيب لها خاتم وكده. خاتم هو خاتم هديه ولا هو نفسه الدبله؟ ايه لا 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 لا، ده حاجه تانية، ده حاجه غير الدبله يعني. أوكي. هي دي هديه، دي هديه ان هو دخل البيت وقرا الفاتحه، وبعدين بقى يبداوا يتكلموا في نقطه بقى ايه مين اللي عليه ايه ومين مش عليه ايه. انا عايزه اعرف انتوا عندكم ايه قبل ما نخش قبل ما نكمل. هو هاي النقطة توقع خلافية كتير بين المصريين والسوريين. نحن ما في عنا شيء اسمه العروس تشيل شيء ابدا، العريس بيشيل الشالة من اول لاخر. احنا مش عندنا حاجة اسمها مهر، يعني هو بيجيب لها الشبكة تبقى دي هدية من العريس، بيجيبها بالثمن اللي هو عايزه على قد ما هو يقدر، وفي ناس بتشترط عليه يعني احنا عايزين شبكة بكذا او احنا عايزين كذا وكذا وكذا بس. وبعدين بقى بيتفقوا هل الخطوبة هتبقى سنة ولا سنتين ولا ايه، فاهمه؟ لان احنا عندنا لازم خطوبه، وفي ناس بتكتب كتاب على طول بس الاغلبيه. هلا نحن ما عندنا عن الشبكه شيء، يعني هو الذهب شيء والمهر شيء، وهذا بنجاب. أيوة. وهذا بنجاب، يعني انه ما يعني المهر نقدي لازم يندفع اللي هو بيحكوه ملبس. لا ما يعني لا ما عندناش ده، ما عندناش ده. يعني دائما حتى مثلا البنت الجهاز اللبس اللي بتجيبه ل يعني لما بتتجوز وكذا من المهر، هذا اسمه ملبوس بدن. بده يجيب لها انه بده يدفع لها مصاري، حق الثياب، حق الاغراض، حق المكياج، حق كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء الرجال هو اللي بدفعه. هذا غير الذهب. وكمثلا بيت، اذا بيت هو اللي بده يجيب البيت، سياره هو اللي بيجيب السياره، العفش هو اللي بيجيب العفش، الاجهزه هو اللي بيجيب الاجهزه. انا بعرف ان انتم بتقسموه وفي عندكم شيء اسمه قايمه ومش عارف ايه. لا انا ما ابدا كل شيء الشب. بصي هي القايمه دي تبقى بصي هو احنا ايه احنا بنقسمها، يعني مثلا احنا عندنا هنا بورسعيد، يعني انا بكلمك على بورسعيد، احنا عندنا كل حاجه نص بالنص، يعني هو اللي بيجي هو اللي عليه الشقه، واحنا علينا الفرش البيت، يعني الهدوم والحاجات دي كلها علينا احنا، وفرش البيت الستاير والسجاد والمراتب والملايات والحاجات دي كلها علينا احنا، وهو عليه الاجهزه وقطين، واحنا علينا قطين خشب يعني. فالقايمه دي بقى ايه لازمتها؟ ان هو بيكتب كل الحاجات اللي هو جابها، حتى انا داخله كمان ايه الذهب اللي انا داخله بيه، كل حاجه بيكتب الحاجات دي كلها. وديت لو لا قدر الله حصل انفصال، هو عليه ان هو يعني يرد الحاجات دي كلها، قيمه الحاجات دي، يعني دي القايمه دي دين عليه. فهو يعني انتوا عندكم هو بيجيب كل حاجه، لا احنا بنقسم وبعد كده بنمضيه بقى على القايمه. لا هو كمان المهر عندنا مقدم مؤخر. ايوه احنا برضو عندنا مؤخر، عندنا مؤخر مثلا بيبقى على حسب العيله وبتطلب، يعني في ناس بتطلب، يعني في ناس بتطلب 10، في ناس بتطلب 15، في ناس بتطلب 20، في ناس بتطلب اكتر. والمفروض المؤخر دوت يعني مش لما يتطلقوا، لا هو دين عليه ان هو يدفعه وهما متجوزين. هو نحن عندنا عالم تدفعها، يعني انه هيك بتحسها كاني دين عليها بتضل تدفعها مثلا طول العمر. أيوة. وفي عالم لا اتخذ بس للطلاق، لما بصير فيه طلاق يلا. احنا برضو عندنا كده، هو انا بقول لك المفروض ان هو يدفعها، المفروض ان هو دين عليه ان هو يدفعها في اي وقت، بس اغلبنا بيبقى على اللي هو مثلا الطلاق يعني. بس والله بس نحن ايش اللي بتقسم؟ احنا عنا حفلة الخطبة، حفلة كتب الكتاب على اهل العروس، هم اللي بيتكفلوا بتكاليف عزومة الخطبة وعزومة كتب الكتاب كلها، بس العرس كاملا على العريس، بما فيه البدلة، بما فيه المكياج، بما فيه التسريحة، بما فيه كل شيء على العريس. هلا يستثنى من ذلك، انا احكي لك شو العادات، هلا هيك عاداتنا تمام. لكن الطبيعي انه نحن مثلا الرجال، يعني ابو البنت بيقدر مثلا وضع الزلمه، انه وضعه بيسمح ما بيسمح، بصير في تقدير في موضوع المهر، بصير في تقدير في موضوع البيت كذا. في كثير اباء بيعاونوا، يعني تقريبا هم بيكونوا دافعين كثير اشياء، والعريس يعني مو انه والله ولا انه قله شهامه منه او كذا، لا بس خلص بيكون الاب لانه هو مقتدر وبده بنته تكون عايشه بمستوى معين، فهو بيساعد باشياء كثيره. لكن احنا عنا مشكلة انه شو دائما الاباء بيخافوا من فكرة انه الشاب ما يكون شهم او ما يكون عنده نخوة او كذا، فانه لما تدفعي له يتعود،
هيك يرخي بدن، عرفتي ما يتبع. او مثلا لو تنزلي له المهر، يعني انه ما تقولي له معلش احنا شارين زلمه، يروح يقول للمراه يعني بعد ما يتجوز وهيك، الا اهلك استرخصوا فيكي. يعني هاي العبارات موجوده للناس الندة. ففكره انه انت بدك تضمني معدن الزلمه، اذا انت ضامنه معدنه جد الاب ما عنده مشكله يدفع ويقيم ويحط وكذا، بس بدك تضمني الزلمه اللي قدامك انه ما يسمع حكي للبنت، ما كذا عرفتي، ما يركب فوق ظهره لانه مثلا والله اهلها هن اللي عم يدفعوا. هاي الاشياء السائده عنا عرفتي، مشان هيك نحن ما بنحب فكره اهل البنت يدفعوا، خلص هو بده اياها بده يتعذب عليها. هاي احنا هاي. عندنا الخطوبه بتبقى على يعني بتبقى على العروسه، تمام، هم اللي بيبقوا دافعين كل حاجه. شوفي بقى، هم عايزين يعملوا قاعه وكده اهوت، او ان هم يعملوها على الضيق في البيت زي ما هم عايزين. اما كتب الكتاب والفرح زي ما انت قلتي كله على العريس، بيكون في اتفاق. يعني مثلا ايه، هل يعملوا الفرح دوت في قاعه كبيره وكده اهوت ولا حاجه بسيطه، بيكون في اتفاق ما بينهم. بس نقطه ان ابو العروس يسال العريس مش موجود قوي عندنا. هلا نحن موجوده، بس انه كيف مثل ما قلت لك مش موجوده كعاده، موجوده خلص بشكل حالات فرديه، يعني كل حدا بيقرر على كيف. على ما اظن في اباء بيقرروا انه حتى لو معه لا خليه يتعذب، خليه يحاول، خليه يكون عصامي، يبني حاله لحاله. وفي اباء لا، انا بدي بنتي تكون بمستوى معين، انا هذا الزلمه بعرفه، انا ضامنه لبنتي، انا بدي اياهم يكونوا كذا، وبضل يعاونه، بجوز يشغله، يعني اذا عنده مصانع بجوز يشغل صهره عنده مشان مثلا والله يضمن شغله. فيعني كل هاي اسمها حالات فردية صراحة، يعني وتعتمد من شخص لشخص على حسب أخلاقه، على حسب دينه، على حسب عاداته، هيك كل حدا على كيف. في العالم الديني عندك لسه كمان قصص كثيرة، يعني في العالم الديني اللي حتى مهر يعني بتخليه كثير رمزي، وقول والله المهر البنت إنك تكون حافظ قرآن، يعني هي كمان عنا حالات سائدة صراحة، فكرة إنه يكون المهر أنا كانون ما سمعتهاش، يعني أنا كانون ما سمعتهاش. طيب في يعني خاصة في الأوساط المتدينة هنحكي. طيب انتوا عندكم ايه الحاجات اللي بتتفاخروا بيها؟ يعني مثلا البنت دي متجوزة جوازة مرتبة يكون غني، يكون معه مصاري، يكون عنده مصانع، يكون دكتور او مهندس، يعني اقل من هيك يعني يكون مش عارفة. لا، ايه اللي انتوا مثلا دارس فرع، قصدي ايه اللي تتفخروا بيه؟ يعني ان الفرح يكون في مكان واو، ولا ان البيت يكون عفشه واو، ولا ايه؟ اكثر شيء الزلمه، يعني هو هذا الزلمه اكثر شيء بصير في التفاخر. وطبعا هو ولما عم بقول لك موضوع تفاخر هو موضوع الماده، فاكثر شيء انه قد ايه كان العرس رهيب، وشو لبسه ذهب، وشو لبسه مدري شو، بافخم مكان يعني هذا الفخامات يعني. وهو اكثر شيء موضوع النسب والعيله وقد ايه معه وين دارس، اللي هو الاشياء اللي بنتسلى فيها وتكون قاعدين نسوان عم يحكوا والله نحن صهرنا والله كذا كذا قد وطول ودارس برا وعقل وفاهم كذا، هو طبعا بيكون ولا حاجه خالص يعني، بس احنا يعني في عنا هيك كليش لازم نحكيها انه ما شاء الله ابن عالم وناس ومدري شو، ابن عالم وناس عنا اياها كثير مهمه. بالمقابل الطرف العريس بيفخروا بالبنت اذا كانت حلوه، يعني هذا هو الفخر الليلة. حلوه وبنت عيله، يعني عنا لا يعني فكره العيله هي ضروري، يعني لازم تكون بنت عيله واكابريه وشو حلوه وشو متقنه، يعني نظيفيه وتعرف تعمل اكل، وهي الاشياء هي اللي يتم التفاخر فيها في اعداد النسوان. احنا عندنا بنتفاخر بالبيت، يعني شوفوا بالنيش بالنيش ده عودة حياتي، يعني بالنيش والملايات بتاعت كم طقم، في ناس بتجيب بأعداد مهولة، يعني الهدوم بتاعتها مثلا في ناس بتجيب مثلا 50 أو 70 أو كده، هو أعداد 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 بيتفخروا بده. وهي بتلاقيها حامل بعد ثاني شهر وما عاد يلتبسوا معه. أيوة، ومثلا النيش دوت شكله عامل إزاي، والحاجات اللي فيه بكام، ولازم يكون فيه طقم خشاف وطقم مش عارفة إيه وطقم جاتو وطقم شاي وطقم قهوة وطقم كاكاو وطقم مش عارفة إيه، الحاجات دي لازم تبقى موجودة. وتقومة الأكل بيتفخروا بيها، وأنواع الحلل، حلل مثلا استلس، سيراميك، جرانيت، فاهمة كده؟ يعني البيت عندنا مقدس، يعني عشان كده هوت، يعني أي واحد عنده بنت يعني بيصرف عليها كأنه بيصرف على ولد، يعني من كتر الحاجات اللي بيجيبوها يعني احنا هنا بنتغالى قوي
بالعفش، العفش دوت جاي منين وشكله عامل ازاي، والهدوم وعدد الفوط لازم يكون كبير، كل واحده بقى تقول انا جايبه كذا، ودلوقتي تقول انا جايبه كذا، لا انا مش عارفه ايه، ومثلا ايه دي بنتها داخله بحاجات بسيطه، لا دي بنتها داخله مش عارفه بايه كده. احنا بنتفاخر بالبيت، ولما بنيجي نتفاخر بقى بالعريس اللي هو مثلا شغال في الحته الفلانيه او معاه مؤهل كذا كده يعني. بتذكر واحده صديقتي مصريه اختها، يعني بالرغم من على فكره انا اللي في اهدني انه حتى اهل التدين بيبرروا لنفسهم هاي الاشياء، عملوا بيتهم من الالف للياء كل شيء موجود فيه، وثاني يعني خلص دخلوا البيت بعدين سافروا، والبيت للان مسكر، كل اللي فيه عفش مليان وتفاصيل وثياب وسافروا، ما عاشوا فيه 7 سنين، ما عاشوا في البيت. لا احنا لا، ده لازم البيت لازم يكون مكمل يعني كامل من مجاميعه، ولو انت مش مكملاه ده انت كده داخله ناقصه يا بنتي. في عندنا ناس في الارياف وكده هو بيستلفوا ويعني بيستلفوا عشان يجيبوا الحاجات دي كلها، ويبقوا مثلا معرضين ان هم يتسجنوا بسبب ان هم عليهم فلوس ومش عارفين يدفعوها، عشان ما حدش يقول ان انا بنتي اقل من مش عارفه بنت خالتها ولا بنت عمتها وكده. طيب احنا عن جد بصير انا بحب يعني لو انه عن جد كل وحده تتجوز، يعني هو صح انه مرات الناس بكرهوا انه فكره انه تشاركي تجربتك الخاصه وهي اشياء خاصه وهي تشاركي اشياء خاصه فيكي، بس الفكره انه تسود فكره البساطه، تسود فكره التركيز على اساس فكره الزواج، وماله لما انت داخله على بيت ايجار اساسا ما عندك فيه الا فرشه على الارض وعفنان. يا زلمه يا خلص، انتوا في كم شغله اللي هي يعني احتياجاتكم، انتوا ممكن تعيشوا مش عارف كم سنه ما عندكم اطفال، ليه عندكم غرفه فيها تخت لطفل ما عندكم اطفال؟ هريوم دي يعني حاجه، لا دي حاجه مقدسه لازم. يعني احنا قبل الفرح عندنا حاجه اسمها الحنه، انتوا عندكم حنه؟ لا الحنه ديت بتيجي واحده بتعمل حنه للعروسه، ويبقى كلهم بيبقوا كلهم بنات وكده اهوت، ونوع بقى نعيص لها زي ما بيقولوا، وبعد كده يبقى بقى على طول بعديها الفرح. طبعا انتوا عندكم الافراح منفصله، الرجاله لوحدهم والستات لوحدهم صح؟ لا احنا ما في عنا شيء اسمه، احنا مختلطين في كل المناسبات سواء خطوبه كتب كتاب الا بس الحنه ده اللي بنفصل فيها. بعد الفرح باسبوع في حاجه اسمها السبوع. الاسبوع دوت ان اهل العريس واهل العروسه يجوا يباركوا لهم تمام، ويدوا لهم زي نقطه اللي هو فلوس يعني. وعندنا عاده انا مش حباها يعني، اللي هو لازم يدخلوا ويشوفوا حته حته في البيت، عشان انا بقول لكم بيتفخروا بالبيت، يفتحوا الدولاب بقى ويشوفوا كل حاجه، ودولاب المطبخ وجايبه كام وكام 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 وكام. العاده دي انا مش حباها يعني، بس ديت حاجه اشبه عاده عندنا اسمها عاده فرد الجهاز. بعد ما يكونوا شارين جهاز البنت ورايحين يركبوه ببيتها، التنجيم بيجوا معها مثلا من قرايب العروس ومن قرايب العريس، وبيعرضوا غرض من اغراض البنت قبل ما يفوت على الخزانه وينطوى ويترتب، كل غرض بنعرض على كل الحاضرات في موضوع فرد الجهاز. احنا ده كان عندنا اسمه حفل التنجيد، ان الحاجه كلها تبقى موجوده، ويقعدوا بقى يغنوا ويعملوا وكل حاجه تبقى مفروشه، فاهمه؟ بس دي انقرضت شويه عندنا. لا هاي لساتها موجوده برضه، على حسب العوائل، حسب الناس، على حسب الصفات هيك يعني، هذا الاختلاف. ومرات في ناس انه لا البنت ما بتروح على فرد الجهاز، يعني هو اغراضها اللي عم تنفرد وهي ما بتروح، عشان هي ما بترتب الاغراض مع يعني ما بصير تفوت على بيت الزوجيه قبل ما تصير هي مرته، يعني قبل ليله العرس ما بصير تفوت، فمين بيرتب الاغراضها؟ اما بتروح ترتب الاغراضها هي وحماتها، بيكون معهم ثلة من قومها وثلة من قوم العريس، وبتفرجوا على اغراضها كلياتها قلم قايد. لا احنا عادي يعني، انا العروسه عندنا بتتمرمط صراحه يعني بتروح ترتب بيتها. هو هلا الناس بتعملها يعني، هلا مثلا بتفوت يعني بتفوت العروسه على بيتها، بس طبعا بيكون هذا الشيء مش انه والله منخبر الناس، يعني انا عم بحكي لك على شو العادات المعروفه، ما بنخبر حدا انه بنتنا راحت دخلت على بيتها، فوت دخلت على بيتها قبل يوم الزوجيه، ما بيصير. بفوتوا الناس على بيوتهم وبيعملوا اللي بده اياه، بيرتبوا كذا، وخاصه الناس اللي تدق في اللي انه على ايش مرتب على كيف، فبفوتوا بس ما بينحكى بالموضوع سر، ما بينقال انه فاتت على بيتها. طيب فكرة ان الاب ما ينفعش ان هو يحضر فرح بنته، دي موجودة عندكم؟ اتوقع هي عادات قديمة يعني، ما تذكرت قدامي، بس بتذكر ان انا مرة كنت عم بحضر
شيء بخص الأعراس الفلسطينية، ونذكر شيء مثل هيك إنه الأم بتحضر عرس بنتها I think عشان ما يقولوا إن هي فرحانة أو أيوة. بس ما هو ما ما علاقة قديمة ما عاد نذكر. ما أنا صاحبتي يعني، بس هي بينا عايشة في حلب أو حمص، بتقول ان ما ينفعش ان الاب ان هو يحضر فرح بنته، ان هو يعني فرحان عشان بنته هتمشي من عنده وكده يعني. كنت انا بدي احكي لك انه برضو احنا عندنا شيء اسمه مباركه بعد العرس، انه هو المباركه لازم تكون قبل ما تجيب الولد، يعني فينا تعملها باي شهر من هذول، ما بعرف امتى الوقت المناسب للمباركه، ما بعرف تعملها ام العروس، وغالبا في بيت يا اما في بيت العروس يا اما في بيت ام العروس تعمل المباركه، بترجع المخلوقه بتلبس تتلبس فستان مو الابيض وتسريحه وكل شيء يعني مثل العاده، وبيضيفوا رز بحليب او مهلبيه او دندرمه، بتعرف الدندرمه اللي هو نعمل ايس كريم الا يكونوا سوريين على دخلتهم على مصر الا تكونوا دايقين هاي الايس كريم، اسمه دندرمه بوظ عربي. ما علينا كملي، احنا بنقدم بسكوت وكحك وبتفور وكده هوت في يوم السبوع. هو كل بيت يعني يجود بما لديه، يعني في عالم بتحط عشاء عادي يعني مثلا بقى كباب وصحه وصفيحه وتبوله ويلا نجوا من كله من ما جميعه من هالاكلات الطيبه، وفي عالم لا بتختصر على الحلو الحلويات والفواكه والمشاريب يعني اما عصير كانوا كمان يا زمان يعملوا مثل الكركديه مثل ميه ماء الورد او شو بسموه هذا توت، يعني شوية مشاريب يا اما مشاريب يا اما قهوة، يعني في ناس بيقتصروا على هاي الاشياء وفي ناس لا بيعملوها عزيمة عشاء مثل العادة يعني. طيب هل عندكم ان هو مثلا اسبوع البيبي بقى نونو بقى لما يجي بتلبس فستان فرح ولا بتلبس ايه؟ في عالم تلبس تعرفي هذا الابيض الساتان هذا هيك يعني هي بكون هذا بكون اصلا مخصص، هي شاريته حتى بجهازها، في ناس تشتريها بجهازها. أيوة. بيكون مخصص اللبس ما بعد الولادة تلبسه، بيكون هيك انه هيك بيكون طويل وهيك واسع، ويعني بيكون على قطعتين، قطعة مثل فستان وقطعة مثل جاكيت او هيك قوانين او بيكون مطرزة، وبيكون يعني غالبا الالوان فاتحة بيضة سماوي زي هيك شيء، يعني في عالم تلبس هذا اللبس انه على اساس انا والدة تعبك والبيبي على ايدي، في عالم لا بتترسى او بتلبس فساتين. طيب عندكم لبس الصباحيه مثلا لما خلاص اتجوزوا فبتيجي بقى اهل العريس واهل العروسه بيجوا بقى يباركوا كده الاهالي اللي هم المقربين يعني حماها وحماتها؟ في لبس الصباحيه وفي ضياء، في عندك عاده ما ادري يا اهل العريس يا اهل العروس بيصبحوا العريس والعروس لا العرسان بيصبحوهم بمامونيه، صحن مامونيه وشعبيات هاي لازم عند الصبح بضيفون ياها، يعني بيطلعوا بالصينية بجيبوها بضيفون ياها، طبعا هو ربنا فهمنا نحكي نكتوا علينا خلص جبوا العرسان بحالهم ضروري تصبحوا، فهي بيطلعوا لعنده بقول صباحية مباركة يا عروس. في ايوه احنا عندنا زي يعني تلبس عباية او كده، بس انا ما اهتمتش بالعادة دي صراحة يعني. لا انتوا عندكم بتجيبوا عشاء للعرسان بليله العرس صح؟ ايوه دي مهمه. انا بعت عشان انا بنات عماتي وهيك. وانتوا بتجيبوا عشاء ولا لا؟ لا خلاص سيبوا الناس فرحتها بس. قبل ما نختم، احنا عندنا عاده ان ام العروسه بتقعد اسبوع تطبخ للعروسه، هي ما بتطبخش يعني، هي بتقعد اسبوع كامل ما تعملش اي حاجه في البيت، امها بتجيب لها الاكل لمده اسبوع، هل انت عندكم ده ولا لا؟ لا ما اظن. طيب احنا كده هنختم، واتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا انبسطتوا معانا. هاي اسماء عايزه تقول ايه؟ عايزه اختم بحاجه مهمه، معلومه مهمه للاخوات السوريات المتابعات لهذا الفيديو، اذا في شيء معلومه ذكرتها غلط، اذا في شيء معلومه منقوصه، اذا حسيت ان انا اسات لكم في هذا الفيديو انا اعتذر يا اخوات. استمتعت باللقاء معك يا نور، الحكي معك دائما لطيف والله حتى انا والله العظيم، وان شاء الله في فيديوهات كتير يعني جايه بيني وبين اسماء. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اي حاجه جديده. باي باي.